في هذا اليوم المبارك يحتفي المجلس العلمي بالذكرى 25 اللي تربى صاحب الجلالة أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه المنعمين، وهو ببيان للشكر العميق لصاحب الجلالة، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله على ما أسداه لهذا الوطن من جهود جبارة خلال هذه العشرينية أو 25 سنة على المستوى الترسيخ وتأكيد البنيات التحتية بالبلد، فأصبح رائدا على مستوى العالم بأمنه واستقراره وحفاظه على الثوابت التي هي من الركائز، وهي إمارة المؤمنين والمذهب المالكي والمذهب والعقيدة الأشعرية والتصوف السني. فهذه الركائز هي ثوابت هذه الأمة واللي تحافظ على استقرارها وسلامتها، فنسأل الله أن يحفظ هذا البلد وأن يديم عليه الأمن والرخاء في ظل الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة حلول ذكرى 25 لتربع مولانا أمير المؤمنين محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، في إطار احتفال المجلس العلمي المحلي لمقاطعة عين الشق بالدار البيضاء، تشرف كذلك خلية المرأة بالاحتفاء من خلال هذه الذكرى بالاحتفاء من خلال إلقاء كلمة بمناسبة هذه الذكرى، والتي تتضمن إشراك جلالة الملك محمد السادس حفظه الله في إشراك المرأة في الشأن الديني، وإعطائها جميع التعزيزات وجميع التشجيعات للقيام بهذه المهمة. وقد الحمد لله أنه نحاول أن نكون عند حسن أمير المؤمنين حفظه الله، حيث نتواصل مع جميع فئات المجتمع من نساء وأطفال وشباب من خلال تنظيم أولا الدروس تحفيظ القرآن، وكذلك مدارسة القرآن بالمساجد، والوعد دروس الوعد والإرشاد، مع كذلك أنه الاهتمام بالمناسبات الدينية والوطنية والعالمية، وتنظيم محاضرات ملتقيات، وكذلك تأطير الكراسي العلمية ببعض المساجد في التفسير وفي الحديث النبوي الشريف وفي الفقه وفي السيرة النبوية، إضافة إلى أنه يتم كذلك التواصل مع الأطفال والشباب سواء في المساجد أو في المؤسسات التعليمية ودور الشباب إلى غيرها، قصد تعزيز الهوية الإسلامية والوطنية لديهم. كذلك أنه وقد هذه من الحمد لله من ميزة المجلس أنه أنشئ مركز استماع مدة تقريبا هذه 3-4 سنوات، وقد يهتم بالاستماع والمتابعة النفسية والاستشارات الأسرية بمقر المجلس، إضافة إلى تنظيمه لدورات تكوينية ببعض المساجد حتى تعم الفائدة إلى جميع النساء وجميع شرائح المجتمع. إضافة إلى ذلك أنه تنظيم الخلية تعمل في العمل الاجتماعي وبرامج أخرى عديدة حتى تحقق الهدف من 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 عملها، وهو الوصول أو وصول المسلم إلى الحياة الطيبة من خلال التعرف على دينه وتمثل بالشعائر الدينية والأخلاقية في المجتمع. نحمي هذا الملك.